انا اول حاجه حابب اشكركم انتوا، مش حد معين، كلكم كده على بعضكم فرحتوني، كل واحد بطريقه خاصه. اللي فرحني وعمل لي حفله، اللي فرحني ودعالي، اللي فرحني وجالي البيت، اللي فرحني وجالي المستشفى. برغم كل الطرق انتوا فرحتوني، اقسم بالله تقريبا ثلاث ارباع علاجي هو انتوا. انا الدكتور لما قال لي اخويا دوت هذا معروف، قال لي انا زعلت في الاول، بس والله العظيم اقسم بالله زعلت بالظبط 5 دقايق. معلش انا مطول عليكم، بس انا بطلع لكم كل اللي في قلبي. زعلت بالظبط 5 دقايق، قسما بالله قسما بالله. بعدها حسيت بحاله رضا غريبه، رضا من عند ربنا كده نازل بيقول لي يا ابني ده انت ربنا بيحبك قوي. لما لقيت شعري بيقع وانا نايم كده في البيت بعمل كده بلاقي كبشة شعر، والله العظيم ما كنت متضايق. الحمد لله ما بقولش الحق، انا عديت كل الصعب واللي جاي اسهل بكتير. انا بطمنكم عليا، اللي جاي اسهل بكتير قوي، والله اللي جاي اسهل بكتير. وتعرف لو حصل معايا نفس الموضوع قالوا لي هتعيد تاني، واللي جاي اسهل برضه. ليه؟ طول ما انت راضي وناس بتحبك وصافي من جواك وطول عمرك كويس مع الناس، عمر بص ربنا ما هيجيب لك حاجه وحشه ابدا.